الفترة الأخيرة رأيت راسي عيد وزني كتلة عليها كاملين بعد الحمل الاكتئاب ما بعد الولادة، المرحلة الأصعب عن ينقص الوزن ومطخن الموريتاني تنوع وزين يا غيري واجعة وأكل الصحي ما هو ياسر فيه. عدت الصنة بدأ قلت عني مالي مال مخترع وجبات بدأت نعدلها الراسي أنا من نفسي لأن أولي أنا زينة ووقتها للدار عجبوهم بطانة قلت عني أنا من نفسي زدانة عني بيقلوا يا كاش يتغير نظرة المجتمع عن الوجبات الصحية عن موم ريجيم موم واللوفا قالوا هما عن تقطع الوجبة غنية بالألياف فيتامينات كاملها من دون ما عادت ماسخة. جات فكرة مشروعنا سي بي سانتي يركز على الوجبات خاصة بدأنا بلي فاست فود لأن نحن كمجتمع عامل لا بد له فاست فود في مجال عمله والله مجال دراسته وبدأنا منعدلو نحاولو لفاست فود بطريقة صحية. بدأنا بهذا لي تاكو عدلناه بطريقة صحية وعدلنا لي فروي وعدلنا العصائر الطبيعية. بالنسبة لجانب ماركتينج تسويق عليات مرساني بدؤوا يوعاو عن السمنة عنها ما هي صالحة وعنها دمرتهم دمرت بشرتهم دمرتهم كاملة وبدؤوا يوعاو مجتمعنا المدني يعطي توعية دائمة بأثار السمنة وعنها ما هي صالحة وطباء راجعين عند بنانا عن كامل الدعم لنا نحن العلايات في ذا المجال. أنا شخصيا بدأت نعدل الرجيم لا بالدار بشكل عام عدل بالدار الله يخصني إذا ما كنت داومي علي وإذا فيه وإذا ياسر المصاري وإذا قاع ليش تقبضي الرجيم قاع تش معدلة به عندنا في المجتمع الموريتاني نظرة عن المرأة ما تعد زينة موانية تعد بالحة بالحة ذيك يعني سمينة تعاني من السمنة لا المفرطة بشكل عام وتوف معنى انك انت ما يلا قاعد تعدري ريجيم انا ما يلا قاعد فهمي عود ريجيم فش قال قاع عنهم ما هم شاكين ما لنا ما هم شاكين عن خارق رواية صحية وزينة قاع دائما شاكين عن لا رواية ما هم زينين تو وتوف بدأت الصال نتنوع فيه نجرب له ونجرب له ورحت ياسر مع عراقي انا وزميلتي هذا وراجل عند بنانا لا مازلنا جابرينها قاع بعد قاع غير بعد لا راجل عند بنانا عنا لا كلو في العراقي اليوم. اول شيء غياب التمويل لان هذا المشروع ما هو بسيط تعزالوا لا بدلوا ياسر لا بدلوا ياسر كادر بشري ولا بدلوا مولين المواد هذا يعد كادر بشري يعدل هذا الوجبات ياك يعود متاح لياسر من الزبائن. وثانيه ما يديك عنا نحن ما نبغوا عنا المجتمع ما فات عاد بدا بعد يوعى غير مولي ما بات عاد قابل لفكره ان الاكل الصحي بشكل عام لانه يحاوطوا الاكل غير صحي ورجال ينقز قديش بار بلات نتحوت بخ بالسنية الشيء ذا. وثالث شيء واجهني شخصيا من بدايه المشروع عني خرس كنت نبدا طبعا عندي فورماسيون في نيتريسيون غير مولي نتيت نبدا المواد يلا يعدل بها كنت بذور الشيا نحن ما متوفرين ياسر عندنا و كواليتي يلا نعدلو نوخل بها نوخل بها الوجبات باعلى صفه ما فات ما 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 ياسر ما متوفرين حتى. عندي رساله للنساء اي واحده تبغى تبدا فكره مشروع انا لا تبدا يسوى قاعد يسوى الظروف اللي هي فيها شنو هي تبدا عنها لين تبدا عندها كامل دور يتيسر لها وعن الموريتاني عاد ياسر من الوعي تجبر ياسر من التمويلات لا تبدا هي وتعود بادئه تشتغل حق عندها تعطي تأمن هي بفكرة مشروع هذا.